هم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلوا أن يصلوا ويفسدوا في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ولما تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينقذه في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موقدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. يقرؤون هذه الآية وكل أناس يأتون يوم كل يوم وكل أناس يأتون يوم كل يوم يأتون يوم كل يوم وكل أناس يأتون يوم كل يوم. هذه الآية القرآنية. وكل أناس يأتون بإمامهم أو يأتون بما أرفض الآية القرآنية، ذكروني به. ها، يوم يؤتى كل يأتي كل أناس يوم يؤتى كل يأتي كل أناس بإمامهم أحسن يوم يؤتى كل يأتي كل أناس بإمامهم أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذ قيل لهم لما تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا لما تقربوا للصلاة وأن لا تقربوا للصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذ قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذ ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزولا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لم يعقلون. لقد تاب الله عن المنافقين ما أدري المؤمنين إذ يبايعون. هذه الآية نزلت قبل الواقعة. بارك الله فيك. أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبك فقد صغت قلبك.